السلام عليكم مستبيه امينه الشاو. كما كتشوفوا هنا في هذه الصوره هذه جبت لكم واحد الفيديو اللي هو عباره عن كيك في المول ديال السيليكون مزوقه ولا مغطيه تلمون ب لا كريم بيضه ومزينه بهذا الشكل. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه باش حضرت هذا الفيديو لهذا الكيك تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وان شاء الله ينال الرضا ديالكم. فرجه ممتعه. انا نقطع لكم واحد المغصو باش تشوفوا كيفاش كتجي هاد الكيك من الداخل. بسم الله. هيا كتجي على هذا الشكل. هذا كيك عامره مزيان ومحشوه كلها بهاد لا كريم. فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال هاد الكيك عندنا 4 البيضات من الحجم الكبير واخدين الحرارة ديال المطبخ. عندنا هنا واحد كاس لا ربع ديال الحليب. عندي هنا كاس ديال السكر حبيبات. عندي كاس الا ربع ديال زيت المائده. عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال الخل. عندي هنا واحد معلقه صغيره ديال الفاني. عندي هنا واحد المعلقه ديال الكاكاو بودره ديال الكاكاو. عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره الحلويات او الخميره الكيماويه ما يعادل 16 غرام. هنايا عندي الدقيق ديالي غنحتاج ليه تقريبا واحد جوج ونص ديال هاد الكيسه اللي واخده بهم العبار. عندي هنا واحد شويه ديال الكركاع. كيما قلت لكم الطحين غادي نشد اول حاجه واحد البانيو ولا شي بول فاش غادي نخلط. كندير فيه واحد شويه ديال المليحه قريصه ديال المليحه. من بعد ما درت واحد شويه ديال المليحه غنشد البيض ديالي. غندير البيض. بسم الله. البيض ديالنا نديرو البيضة الثالثة. البيضة الرابعة. غادي نشد الحليب ديالي ندير فيه هذاك جوج معالق كبار ديال الخل. عندي هنا نحطو الحليب هو هذا وغندير فيه جوج معالق كبار ديال الخل. هنا باش كيردو بحال لا ريب. الا ما كانش متوفر عندكم الحليب يمكن لكم تستعملوا ياغورت. نشد السكر حبيبات نصبو هنا على هاد البيض وديك القبصه ديال الملح. نهز الطراب ديالي ونجلس نطرب هاد المكونات ومن بعد نبدا نضيف عليهم الزيت. هنحبس. ملي طربت البيض مع سنيدة او السكر حبيبات والزيت ديالنا دابا غنبدا نضيف داك الحليب اللي مع ديك القبصه ديال هادوك جوج معالق ديال الخل. غنضيفو ونطرب. شو كيولي خاطر ملي كنديرو ليه الخل كيولي بحال الريب. دابا ملي كملت التطراب ديال هادوك المواد السائله كامله غادي ندوز دابا باش نضيف ليهم المواد الجافه. غادي ندير اولا هذاك المعلقه صغيره ديال
فاني، غادي ندير معلقه كبيره ديال البودره ديال الكاكاو ونغرب لها. عندي هنا هذيك جوج معالق ديال الخميره الكيماويه او ما يعادل 16 غرام، يعني تقريبا زوج صاصيات من فئه ديال 8 غرام. عندي كما قلت لكم هنا جوج كيسان ديال الطحين ديجا مغرب لهم، لكن نقدر نعاودهم. ديجا مغرب لهم، غادي نستعمل جوج كيسان وغادي نخلي هذاك ربع كاس او نصف كاس الاخر تنشوف الا خصني مازال غادي نزيد. يعني انا كندير فيها جوج ربع، كيو سمحوا لي لا ماشين. كما شفتوا هنا راني درت هذوك جوج كيسان، غادي نبدا نحرك مزيان، غنحرك حتى ينسجموا العناصر كامله ونتلاقى معاكم. كما سبق قلت لكم انا درت بحساب جوج وربع، ها نتوما درت دابا جوج باقي ما هياش. غادي نزيد ربع كاس ديال الطحين ونكمل. انا من بعد ما خدمت العناصر كامله صافي، دابا هذا هو القوام ديال الكيك ديالنا. صافي دابا غادي نضيف هذوك الطريفات اللي عندي ديال الكركاع، قطعه طريفات حتى ما كاينش وحده كبيره كنعاود نقطعها. صافي كنضيفو حتى هو، كنخدم العناصر كامله غير نسجمو. صافي في هاد الاثناء كنهز المول ديالي حيت غنديرو كيما قلت لكم في المول ديال السيليكون. هزيت هاد المول هادي ديال هاد الشكل هذا، دهنتها صبيت فوق منها شويه ديال الدقيق باش نتفاداو هذيك المساله انها تلصق لينا. تنعرفو راه حنا راه مكتلصقش، لكن خاصنا ضروري نتفاداو انها تلصق. في هاد الاثناء زيت واحد المقله عندي ثقيله كتدخل الفران، ها هي هادي ثقيله، درت فيها هذاك المول ديال السيليكون وغنصب فيها الخليط ديالي كامل نصبو فيها. بسم الله، نصب الخليط كله. ملي تنكمل الكميه ديالي كامله في المول كنحاول نضرب بيه بحال هكا باش يخرج من داك الهول. صافي كندخلو الفران، الفران بطبيعة الحال دايره على درجة، نطيبوه من التحت وشويه نحمروه من الفوق، ومن تخرج ديك الساعة نتلاقاو باش نكملو التحضير ديال هاد الكيك. انا من بعد ما طابت الكيك ديالي ها هي زولتها من هذاك المول ديال السيليكون، زولتها غير بشويه، كتخليوها حتى تبرد عاد كتزولوها باش ما تخسرش لكم بالزواق. دير واحد شي شويه زايده في الطياب، واحد شي شويه مهم. هاد دابا ندوزو الكريمه ديالنا، نحيدها نحطها على جنب وندوزو الكريمه ديالنا. اولا عندي هنا كاسونه فيها ايطرو ديال الحليب، ايطرو غادي ندير فيه عليه واحد جوج معالق كبار ديال السكر حبيبات، نضيف المكونات وكنحرك نحرك مزيان. عندي هنا واحد المعلقة ديال النشا هي، وعندي هنا ثلاثة المعالق ديال الطحين الدقيق الأبيض، وعندي واحد الفلون كراميل، فلون كراميل. دابا درت السكر حبيبات، غادي نضيف هذاك الفلون كراميل والدقيق والنشا ديالي، غنخلط كلشي مزيان مزيان حتى تندمج ليا العناصر كامله. ندوزو فوق البوطه حتى نبدا نحرك ما نحبسش عليه، تتكون ليا هذيك لاكريم اللي بغيت
وديك الساعه غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو باش نزينو هاد الكيك. انا دابا غادي ندير هاد المراحل اللي قلت لكم، ها هي الفلون ديالي، ها هو فلون كاراميل. الكراميل كتكون غزاله هنا، هذيك العاشق كبير ديال النشا حتى هي. درت لي واحد الحبه ديال داك الفلون، ما دارتش ساعه الحمد لله صافي دارت. انا كنزيد دوك ثلاث المعالق قلت لكم ديال الطحين، ها المعلقه الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه. نحرك مزيان، نحرك مزيان هاد المكونات، ندوزها فوق البوطه حتى تكون ليا هذاك لاكريم اللي بغيت. المهم فوق البوطه ما تحبسوش من التحريك، بقاو تحركوا بقاو تحركوا حتى تجمع هذيك الخليط. انا دابا غنديها فوق البوطه ونتلاقاو من بعد. لاكريم ديالي من بعد ما وجدت ليا ها هي، ها هي كتجي على هذا الشكل. هذا هنا كنصبوا واحد الكميه، هنا في هذا المول كنصب كميه نيت لبس بها في المول. انا غادي نزيد من بعد ما ندير لاكريم للكيك. الكيك شديتها قسمتها على جوج، شديت الموس هذا وقسمته على جوج، كنحيد هذا الفوقاني ها نتوما، كندير هنا واحد الكميه ديال لاكريم هنا لبس بها حتى هي. ما نخافوش لحقاش راه كلشي غادي يتدريسها في الاخر. هادي الطبقه هنا نيت ديال الطبقه ديال هاد لاكريم. نحاول هنا نحط الزواقه فوق تكون قاده. هاكا باش ما نخربوهاش تجي الزواقه مقاده بحال هكا. كنوركو بحال هكا. في هذه الاثناء كنشد هذيك نخوي نكمل هذاك لاكريم اللي باقي عندي هنا. هنا من بعد ما صبيت هذاك لاكريم في المول وشديت الكيك حتى هزيتها، كنبدا نضغط بحال هكا، نضغط مزيان واخا هكا باش هذاك الشيء يمشي ليا، لاكريم يمشي ليا الجوانب. غير ضغطوا ما تردوش. كنستمر بهذه الطريقه حتى كتدخل كلها، واخا طلعت لك لاكريم من هنا ماشي مشكل، المهم توصلت هنا الفوق. غنبقى نتك بحال هكا حتى تدخل ليا كامله. هنا من بعد كما قلت لكم ما تكيت مزيان بحال هكا، كما قلت لكم غير تكو دخل هذيك الحلوه وسط ديك لاكريم صافي. كنهزو الفيلم اليمونتير، كنهزو بحال هكا، كنحاول نغطيوها بيه. ما عرفتش فين نحط راسي هاتي صحوا ليا هكا. كنغطيوها بالفيلم اليمونتير، نغطيوها مزيان. نزيد واحد الملف اخر باش سمحولي. كي مشتو صافي ندخلها للثلاجه ديالي، نخليوها ترتاح وتبرد مزيان مده 4 السوايع 5 السوايع المهم
تشد في راسها مزيان. دابا انا غادي ندخلها للثلاجة، ماشي المجمد، غير الثلاجة، ونخليها تبرد تشبع راسها. ايوا ديك الساعة ملي توجد نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. الكيك ديالنا من بعد ما خدات المدة الكافية في الثلاجة حتى بردتنا مزيان، دابا غادي نزولوا ليها هاد الفيلم على المونطاق ونحطوها في الطبسيل باش نقدموها. ها هي من بعد ما حيتها من المول كتجي على هاد الشكل هذا. نضيف على واحد شويه ديال التزيينات الاخيره نقدمها. هنا شديت شويه ديال لاكريم كراميل باسكو هذيك لاكريم فيها لو غو ديال الكراميل. شديت هنا شويه ديال الكراميل وديته وجبتوه كخطوط هكذا. الكيكة ديالي اللي مغطيه بالكراميل من بعد ما درت ليها هذوك الخطوط ديال الكراميل، درت شويه ديال الفيرميسال في الجناب وزينتها بدوك الحبيبات ديال الشوكولات اللي تيكونوا على شكل اللي كيكونوا دوري. صافي، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. الى عجبكم كما العاده الفيديو ديالي ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو ديالي بين الاهل والاحباب، وديروا لينا شي كومونتير يكون زويون. وشكرا لكم على وفائكم، نتلاقاو في فيديو اخر بحول الله.